قال لاجئون سوريون يعيشون في مخيم الزعتري للاجئين بالأردن إنهم يحلمون بالعودة إلى بلداتهم في سوريا، لكن الخوف ما زال يستبد بهم بسبب استمرار الحرب في البلاد وتحول المخيم الذي كان مجرد صحراء قاحلة إلى مدينة عشوائية صاخبة. ويقدر عدد من يعيشون فيه حاليا بنحو 85 ألف نسمة ممن فروا في الصراع الدائري في سوريا منذ 7 سنوات. والله هسه يعني من الوقت الحاضر يعني ما حش راجعين، اذا ما قالوا لنا شيلوا من هون شلنا، ما قالوا لنا هذا احنا قاعدين. ليه؟ والله الانسان لحتى يطمئن، لحتى يطمئن يعني بالعوده ويطمئن انه الحاله ركضت، الامور هاديه، يعني هاي سوالف اللي بيسولفوها يعني بعدها غميضه. انا بفكر عاد ماني واحد الوطن غالي يا امي، لعش ما بنفكر. والله جيت غصبا عني، قومني هذا غصبا عني هالشايب. قال اني هسه بدي اروح على الاردن. ليش؟ قال هسه بعد يحس الصاروخ بدوي براسي، قاعد هون بدوي قاعد براسي دوي دوي. والله لا ما ماشي عندي اشرو اخلي لحالي وانا اظل لحالي. انجبرت اجي. واللي مالش خاطر اطلع والله واللي اجي. رجع هسه ما حداش بفكر يرجع، يعني ما بنقدرش نرجع هسه على سوريا. ليش؟ لانه ما فيش ضمانات، ما فيش يعني شيء ملموس لحد الان انه الواحد يرجع على بلده مشانه. يعني لحد الان الوضع مش مستقر هناك. عرفت شلون؟ والبيوت مسروقه، يعني حتى الابواب ديات البيوت مشيوله، كيف بدك تروح تقعد هناك؟ والله نرجع اذا حسينا بالامان وانتهت الامور، انتهت الحرب نرجع، يعني ما فيش مشكله. كلنا على طول بنحلم بالليل وبالنهار نرجع، يعني الواحد على بيته وعلى وطنه وعلى بلده على قريته، يعني ما فيش، يعني حابين نرجع، كان ما حابين نرجع، خاصة احنا كبار بالعمر، يعني بنظل احنا ما تعودنا كثير قد ما نتعود هناك ذكرياتنا اكثر. والله بنتمنى نرجع على بلدنا الام سوريا، بس الحرب مخوفيتنا من الرجعه. يا ريت تهدى الحرب ومستعدين لانه نرجع للبلد.